الاستغفار 100 مرة صباحا، الاستغفار 100 مرة صباحا و100 مرة مساء، وحسبي الله ونعم الوكيل، فإنها تمنع أولئك منا. الله سبحانه وتعالى قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. ثم إخوة الله الكارم، الله تعالى قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي إذا اعتصمنا بحبل الله وبسنة رسول الله فإن رسول الله معنا، فلا يعذبنا الله تعالى إذا كنا مع رسول الله وكان رسول الله معنا. كيف يكون معنا وهو في قبره؟ يكون معنا بالتزامنا بسنته المطهرة أن نتمسك بها ونعض بها على النواجذ. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم.